مع ميسم. مع ميسم فنانون ممثلون إعلاميون ووجوه من المجتمع مع ميسم درزي من الاثنين إلى الخميس الساعة 6:30 مساء عبر إذاعة الشرق. ضيفة اليوم الإعلامية ريتا خواند. مرحبا. حيكون مستمعينا أهلا وسهلا بكل سمع برفقنا من لبنان وخارج لبنان. اللقاء بجدد دوما عبر أثير إذاعة الشرق بترفقكم أعدادا وتقديما ميسم درزي، عبر الإخراج الإذاعي برحب محمود نجار، عبر التنسيق من حي رشا رضوان. سيدة الرداء الأحمر الذي أحدث دويا هائلا وجعل بقية الألوان تموت قهرا وغيرة، حتى أن اللون الأحمر نفسه ذهل لما رأى نفسه متألقا متوهجا على جسد هذه الشقراء الفاتنة. فهي الحسناء التي تميزت بالأدب والإعلام، تكتب ونحن نقرأ لها باستمتاع، نقرأها ونستمع إليها بإصغاء، ونشاهدها ونقول يا ما شاء الله. امرأة من نخبة القوم حققت بنفسها للناس وعائلتها الكثير الكثير، ولا زالت وهي في قمة شبابها وجمالها وثقافتها تعطي وتبدع. شخصية لابد من التوقف عندها والتأمل بعمق وصفاء. نرحب بالعالمية ريتا الخواند. ريتا أهلا وسهلا فيك بإذاعة الشرق. شكرا كتير، يعني شو فيني أقول بعد هالمقدمة صراحة. شكرا شكرا من القلب. ريتا أول شيء بدنا نبارك لك على ديوان أميرة الياسمين. أنا ما بعرف شو بدي أقول على هالكتاب اللي قريته، شميت ريحة العطر بفوح منه حبيبتي. مش بس العطر، الحب. حكيتي الحب بطريقة مختلفة جدا. نعم. ما بعرف كان إلك مصطلحاتي، كان إلك نظام معين، قانون معين، صحيح. يعني وجهة نظر مختلفة. نعم. عن الحب. حطيني بأجواء هالكتاب وقد استغرق معك وقت، وأكيد هلأ في عنا سادة بصوتك رح نمرق منه مقتطفات شعرية. شو خطر عبالك لعملتي أميرة الياسمين؟ أميرة الياسمين صدفة، صدفة كتير حلوة، حبيتها وصارت كتاب. بتتذكري باللقاء الماضي حكينا عن رواية فيسبوكية، صح. وحكينا عن بطلي وعن بطل، وهن اتنيناتهم بيكتبوا. وأنا يعني جسدت من خلال هالحبيبين حالة حب كتير هيك راقية وكتير فيها شفافية، وصرت أنه أكتب قصائد رد من هالصبية للشاب اللي بيحبها اللي هو كاتب. وحسيت أنه كتير لقوا نجاح واستحسان. وأنا لما أكتب يعني أنا عم تخيل حالي مطرحها، عم حس معها، عم جسد شخصيتها من خلال ألمي وكتاباتي. لقيت أنه لقى حلوين ينجمعوا لحالهم بكتاب. وفي أوقات كنت أنا عم بتخيل إشياء بدها تصير بالرواية بعد ما انكتبت، وحالات وأكتب أكتب قصايد أكتب منه لإله ومنه لإله. وهو كان يناديها يقول لها أميرة الياسمين. حبيت كتير الاسم، هلأ صاروا النقاد والمتابعين يكتبوا لي لإلي تعليقات على صفحتي يقولوا لي ريتا أميرة الياسمين، بقى أغراني اللقب حبيته. وبما أنه الشخصية من ابتكاري أنا، بقى قلت ما في أنه كوبي رايتس وحدا هيك طيب يطالبني، أخذت الاسم. أنت والعطر كيف؟ أنا كتير بحب أساساً عطر الياسمين، يعني ومن بين العطور يلي بستعملها الموجودين يعني عندي
بغرفتي، في عطر مركب من ياسمين، بتحس مثل كأنه هيك الإسانس يعني تبع الياسمين. وعن هيدا الموضوع عن الياسمين، في أول نص من بعد الإهداء بالكتاب بيعرف أنه أنا ليه لاخترت الياسمين. هلأ اسم أميرة الياسمين حكينا عنه، بس بقول وهيدا ياريت منسمعها من الكونترول. بس أعطي الرقم لمحمود. أيوة هيدا تاني تراك. احترفني الياسمين واحترفته حتى صار قلبي ومحابري والأحرفة، وأنا أقسم أني اعتنقت النقاء ديني والحب مذهبي والمحبة طائفتي والصفاء معتقدي وأنت وطني. وإذ بي وجدتني لحظة وجدتك، وقرأتني عندما قرأتك، وأكتبني كلما كتبتك، فيضم نصفي نصفي وينضم توأمي إلي وأنا. منين جبتي كمية الحب كله؟ دايما الحب المفروض أنه يكون يصدر من القلب، وأنا بقول بقصيدة من قصايد الكتاب، كانت سطوري يعني عندما دونت خفق القلب ونبضه. وقتها اللي بتفتشي بالقواميس وبتشوفي بالمنجد أي أصعب كلمة وأي الكلمة هيك يلي بيكون إلا وقع عند العالم، ما بيعود الكلام يوصل، بس لما تتركي القلب والروح هني يلي ينطقوا ويحكوا، والقلم بيصير تحت تصرفهم، بيصير عم الحبر تبعه منهم هني، ساعتها بيوصل الكلام. برأيك في عمر معين للحب؟ أبداً أبداً أبداً. نفس الشغف ونفس الاندفاع بتلاقيه مهما تقدمت الرجل أو المرأة بالعمر؟ بيرجع لكل شخص لطريقته بالحياة، لطريقته بالحب. في ناس بيكونوا بالعشرينات وما بيعرفوا يحبوا، وفي ناس انه بتشوفيهم بتلتقي كتير اوقات بكابلز بيكونوا بلغوا بركي عمر 70 وما فوق، وبتحسي انه كمان بهيدا العمر حبهم له يعني غير احساس وغير شعور وغير وجه. يعني دايما انا بحس انه كيف انت بتغيري تيابك، بتختاري اوقات انه بفصل معين تلبسي كم طويل، تلبسي شيء بدفي، اوقات لا بتلاقي في كتير شوب بدك تلبسي هيك تتفرعي اكتر. انه كل عمر الواحد الحب بيرتدي فيه رداء مختلف، بس كلهم الخزانة تبعولهم اسماء الحب. طب خبريني بهالديوان شو هو قانون الحب اللي وضعتي؟ قانون الحب حسيت أنا أنه المفروض أنه كل اتنين بحبوا بعض يعرفوا قديش قيمة فينا نقول هالنعمة اللي عندهم إيه. بس دايما بقصص الحب في وجع، ما بيمشي الحب بلا وجع. بس ما حلو الحب بلا وجع، وقت اللي بيبطل فيه وجع بيبطل بيصير واحد انه هيك بيزهق وبيتشهر. دايما في اشياء بتختلفي عليها، في اشياء بركة بتتخانق عليها، وبيرجع من بعدهم كلهم هولي بيصير فيه لقاء، بيرجع بتجددي. يعني هيدا الشيء هو اللي بيجدد العلاقة بين كل اتنين. مهم انه قانون الحب بقول أنا بالأول لأنه أنا ما قدمت لكتابي، يعني ما كان في مقدمة كتبها كاتب مهم. ليش السبب؟ لأنه بحس دايما أنه بكل الكتب المقدمة والمقدمين بياخدوا من وهج الكتاب، يعني لحتى يخلص القارئ من قراءة هالكم مقدمة، وفي كتير ناس بيستعينوا بعدة أشخاص يقدموا لهم، بيوصل لمحل ما لازم يبلش يقرأ بيكون مل.
بحط الكتاب على جنب، ويمكن بس يحط الكتاب على جنب يقعد الكتاب على جنب يوم واثنين وثلاثة وبعدين ينسى، لأنه بهالفترة في كتير تواقيع، يعني كل يوم في كتاب جديد. صحيح. بقى أنا حبيت فوت مباشرة لقلب كل شخص، حبيت حاكي قلب ودغري من أول كلمة لآخر كلمة. بس يعني ما بعرف ريتا الخواند بهالديوان بهالكتاب بتحسي فيه كتير مثالية، بتحسي فيه سلام، شفافية، حب كتير، يعني ما بعرف إذا وصلت لك المساج. ما يعني ما حسيت إنه في نوع من الشغب؟ في شغف، ما في شغب. ليه؟ لأنه العنوان أميرة الياسمين، والياسمين يمثل كل شيء إلا الشغب والأشياء اللي فيها عنف أو فيها كراهية أو فيها حقد، يعني هيدا غرام من دون انتقام. هلأ برك الكتاب الثاني أي عم تحضري لكتاب تاني؟ هلأ هو في صراحة في عندي أنا ثلاث كتب جاهزين وبلشت بهيدا. الرواية أي متى؟ الرواية بتعرفي شو؟ هلأ هوني هيدا الشغب، يعني حسيت أنه مثلا هلي عم يتابعوا ناطرين عم يتحرقصوا، قلت أنا بحرقصهم شوي بعد. مشان هيك رجعت قررت بلش بأميرة الياسمين، لأنه بكل فتراتي الإذاعية كنت أختم الفترة الختام في المكان الأكثر دفئا في القلب. هون ببداية نتاجي إذا بدك أو كتاباتي حبيت أنه أقول أنه مسك البداية، يعني من المكان الأكثر دفئا من القلب، وكان هيدا الكتاب لأنه هيدا كتاب هو ابن قلبي. طب شو حبيت توصلي؟ حبيت أنا كنت كتير قارئة إذا بدك عندها شغف كتير كبير لشاعر كتير كبير اسمه نزار قباني. أول ما بلشت أكتب من زمان كنت حس حالي مثل كأنه أنا مأثرة كتير فيه وعم بكتب شيء بأسلوبه. وبعدين صار عندي أنا أسلوبي أنه أكيد يلي أنا كتبتهم ما بيشبهوا أبداً اللي هو كتبهم، بس في نفس هيدا الحب يلي يتأجج شغفاً. هيدا الحب يلي بتحسيه إنه الحبيبة هيك تحلق في سماء فوق السماء، أنا هيدي بقولها بقصيدة من الأصالة. قبل ما نختم اللقاء محمود بدنا تمرق لنا أغنية لقادم الساهر مدرسة الحب، يعني بتلبق لهالجو وبتلبق لريتا واللي كتبته ريتا كمان. خلينا نسمع شيء، شو بتختاري؟ أي قصيدة؟ بسمع شغلة أنت سألتيني عنها، هي جاي بالسي دي. نحن هون بدنا نرجع نقول للي عم يسمعونا إنه الكتاب مرفق بسي دي بصوتي، عليه 20 قصيدة بين قصيدة وخاطرة. وهيدا حبيت سجله تحية لمسيرتي الإذاعية. هيك مثل سوفونير، لأنه بعد لهلا الإذاعة والمايكروفون الشغف الأول بحياتي مهنيا. حلو. نسمع تراك 1 هو قانون الحب يلي حكينا عنه قبل شوي. yeah. إليكم السادة العشاق قانون الحب. في الحب فضيلة اسمها الاشتياق، وخطيئة هي الغياب، وجريمة هي الكبرياء. وفي الحب أيضا كبر وارتقاء وحنان وطهر وقلب كنز وفرحة وضمة ولقاء. ومن له قلب عاشق فليسمع. أميرة الياسمين ريتا الخواند.
يعني بتشوفي بالحب ما في كبرياء، ما في نوع حرام يشتاق الواحد؟ لا لا، بالحب في كل شيء، بس هيدا قانون لحتى نضبط نضبط الأمور يعني. بس بعد ناقصه هيك إنه يصير في بنود جزائية، يصير في عقوبات لحتى يمشي الحال. بتعرفي لأنه أوقات عن جد بيبقوا اتنين كتير هيك لايقين لبعض، بحبوا بعض كذا شو، بتحسيهم افترقوا، بتحسي إنه طيب ليه مثلا، انه هي ما بدها هي تحكي، هو ما عم يحكي، بتروح الشغله هيك شوي، بيلاقي هو وحده تهتم فيه وتحكي وهي كمان، وبيخسروا هيدا اللي كان بيناتهم. انا حسيت انه يا جماعه روقوا على وضعكم، انه اول شيء الاشتياق هو فضيله، انا بقول بالعكس، وبرجع بقول انه الغياب هو الخطيئه، وبعدين بقول انه الكبرياء هو جريمه يعني. شوفي كيف حالة تصاعدية. وبعدين هيدي شغلة كتير مهمة هون، بقول انه وفي الحب ايضا كبر وارتقاء وحنان. قدي اوقات نحن منلاقي حالنا انه هالشخص اللي بحبنا ما عم يعطينا حنان. وكمان بالحب في طهر، لانه الحب وقت يكون طاهر بيكون حب حقيقي وصادق. وبرجع بقول كمان وقلب كنز، بتحبي الشخص وبتضلك تحبيه إذا كان صاحب قلب. شو القلب؟ كل الناس عندهم، كل واحد منا عايش بقلب، بس وقتها بيكون القلب من جوهر يعني ثمين، ساعتها منسمي طيب. إنه هالشخص عنده كنز بقلبه مثل الكنز. ريتا الخواند، أنت نعم. قلتي لي إنه عم تشرحي حب ما بين اثنين، صحيح بس صحيح. إيه هلا انت عم تشرحي هالحاله لشخصين، مدخلي من ذاتك شيء طبيعي، دائما الكاتب يدخل في مكان ما من خلال قلم الخيال. الخيال قديش في حقيقه عندك ولا هو بس محط خيال؟ لا يعني انا حتى بالروايه بقول انه يتمازج الخيال والحقيقه، وأنه هن اتنين من عالم افتراضي بس حقيقيين لدرجة أنه منفكرهم حدا منعرفه. بقى منشان هيك ما فيك بالكتابة، ما فيك تفصلي الواقع عن الخيال. وإذا الكاتب بده يكتب بس واقع يعني الواقع، معناتها بيكون عم يكتب بيوغرافي، عم يكتب سيرة ذاتية، عم يكتب أي شيء يعني. بيخلي إنه يصير في اختلاف بين رواية وبين مثلا كتاب قراءة عربي، إنه ولد عم يقرأ قصة صارت أو شيء كتير يعني عادي. ومشان هيك أنا ككاتبة ما بعرف أي ساعة بروح على الخيال، أي ساعة بكون عم بكتب واقع، لأنه ما عم بكتب قصة حدا. أنا اعتمدت أسلوب أنه دايما في أشياء جديدة، مواضيع حياتية وجدانية، أوقات مواضيع عاطفية أطرحها. يعني مرة مثلا طرحت قصة الحرية الشخصية والخصوصية، وهي شغلة برواية عاطفية انه ليه بدها تنكتب، بس انا استفدت في مكان ما من شغلي لحتى اطرح موضوع انه الخصوصية، انه ما بيحق له مين مكان اليوم انه يجي يتدخل بحياتك، يسألك اشياء شخصية او هيك يعني. بقى انه هذا موضوع كتير عادي وكتير ممكن تلاقيه انت ممل انه ينكتب برواية كتبته، لانه مفروض انه هالشخصيات كمان تنقل تنقل مشاكل بركة انه انا عم عيشها وغيري عم بعيشها، تكون كمان شفتي كيف تلامس الواقع باشياء كتيرة. انه الخيال بتحسي حالك انه كأنه واحد عم بيشوف شغلة، شي قصة تصلح لفيلم مثلا ساينس فيكشن مثلا، بس يكون فيه الاثنين بتعملي توازن، بيصير القارئ حاسس حاله انه عم بيرافق ناس من الحياة بيشبهوا، عندهم همومه، عندهم مشاكله، عندهم أفراحه، عندهم أحزانه، وهيدا سر إنه توصل إلى القلب. في قصيدة بس ما أنا بنسى أوقات تترات أو شيء،
بتقولي فيها انه بتحكي في يعني العطر اكثر، حكيتي حب كثير. نعم. بس مسيطر العطر والشدى على الكتاب. هلا هو دايما كان في ياسمين يبوح ويفوح. اوكي، شو قصه هالياسمين بالضبط؟ في شيء في 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 مش سر، في شيء مخبى بالياسمين. قلت لك هو بلش كل قصه الياسمين بلشت انه هيك يعني من لقب يعني أطلق بها الرواية. انا بتخيل بيتك في نباتين، في اشياء في أشياء هيك. بخبرك سر ما منقوله لحدا، أنا حدا كل مرة بجيب زهرة أو وردة أو ياسمينة أو شو ما كان نوعها بقرر يهتم فيها بترجع بتموت، وهي الشغلة كتير بتعمل لي إحباط. مشان هيك عندي أشياء كلها أرتيفيشل، مع أنه أنا كتير بحب الأشياء الطبيعية العايشة. البيئة بالبيت أو المكان ما بتناسب، ما بعرف أنه بيقولوا أوقات شو إيده، ما بعرف شو بيقولوا عن شخص بيزرع وبيطلع وأنا إيده لا. بيقولوا خضرة، إيده خضرة. إيدي منا خضرة. بس نفسيتك خضرة، هيدا أهم شيء. مرسي، تسلمي. لا مش عم جامل، هي الحقيقة. ريتا الخواند، نحن قبل ما ندخل على الاستوديو كنا عم نتحدث كتير. نعم. يعني ما بدنا نحكي كل الوقت أدب وشعر، بدنا نحكي عن ريتا الخواند. نعم. ريتا كنا عم نتناقش حول أنه كلمة الزمن الجميل. صح. قلتي لي أنه أنا ما بعرف تعمل لي حساسية هيدي الكلمة، ما بحبها، ما بحبها. فقلت لك لا، بالعكس غلطانة. ايه. شرحت لك شو المقصود بالزمن الجميل. يمكن اللي قال لك هالكلمة هيدي انه كان قاصد فيها شيء معين زعجك، انا بفتكر هيك. لقلك شغلي، هلا نحن مفهومنا الاساسي للزمن الجميل يعني مثل ما بنقول كمان باللغة الفرنسية لابليبوك، يعني شيء كتير حلو. بس أنا بحكم كتير هيك احتكاكي بإعلاميات وإعلاميين من زمن اليوم، صرت حس أنه مثل كأنه بيوجهوا للجيل يلي سبقهم بالإعلام هالعبارة، مش أنه لحتى يعطون كريدت، بيوجهولن إياها مثل كأنه يعني أنه أنتوا صرتوا من الماضي، مع انه هالماضي كان مركونين على الرف يعني. يعني هيك شيء بقى صارت تعمل لي نوع من الحساسيه مثل ما قلتي، انه صرت اقول لا. حتى كنت يعني عم تناقش مع كمان اعلاميين انه من نفس الجيل يلي واكبني لقلي، انه انا بفضل انه ما تنقال الزمن الجميل، لانه نحن بكل زمن مننوجد فيه نجعل من هذا الزمن زمنا جميلا. يعني مش للدلالة على انه هيدا الشخص مخضرم، وهيدي كلمة مخضرم عن جد كمان ما بحبها، هو لي كلمتين ما بحبهم. على فكرة انا ما بقبل الا كون من الزمن الجميل. هاي وحدة. حدا مخضرم، حدا عارك كل شيء. صحيح. يعني معتق بالخبرة، هيدي بالستايل تبعنا، بلغتنا نحن. نحن نطلقها لحتى نحترم الشخص ونقدره. بس بديك تشوفي انت كيف غيرنا اللي هن بامتياز أولاد هيدا الجيل كيف بيتعاطوا مع هالمفردات. مشان هيك أنا مش ضدهم، بس مع تصحيح، يعني نصحح نحن انه هيدول هيك بيعنوا، مش بيعنوا. ما بعرف يعني اذا طرفتي للقاء مع حدا جديد بالمهنه او متعدي على المهنه، بتقبلي انه يحاوريك سؤال؟ اكيد بقبل، اكيد. لانه ليش بتقبلي؟ لانه ما فيني ضلني انا قاعده بالماضي ارفض الحاضر. بعدين في شغله كمان، انه انا من فترة كان عندي برنامجين على إذاعة، وبتعرفي مين كان يلي يسمع ويلي يعطيني نقد ونقد بناء؟ أولادي. يعني أنا كنت حريصة إنهم يسمعوا، بس يسمعوا هن وينبسطوا. أعرف إنه الحلقة وصلت لكل الأجيال، لأنه ما فيني أنا اليوم بس إنه أنا تستضيفني زميلي مثل حضرتك مثلا، إنه أنا وياها ننتمي إلى نفس الجيل الإذاعي يلي تدرب وتعب ووصل وعنده مكانة وعنده مستوى كتير معين، وأرفض إنه أنزل بمقابلات مع أشخاص من غير جيل وتدربوا بغير طريقة، وفي منهم ما تدربوا. بالعكس، يعني أنا وجودي معهم أو وجودك معهم ممكن كمان يعطيهم لإلهم
زخم. فرصة جديدة ليعرفوا مثلا أنه في إشياء تانية ممكن يستفيدوا منها، وهن كمان أنه يتعبوا على حالهم ويحسنوا. مش غلط أنه يكون الواحد حابب المهنة وعم يطلع وعارف شو عم يعمل، وأنه مش ضروري، مش عم بقول أنا أنه يكون متخصص، مهم يكون في موهبة، مهم يكون في شغف لهالمهنة. أكيد بتقبلي، بس أنا عم بحكي على اللي عم بيكونوا متعديين على ال يعني أنه أوكي هذا الشخص اللي بده يحاورك أنه بدل ما يعطيكي مكانك والمستوى اللي أنت فيه بنزلك نزول. أكيد أكيد. لا أنا بدرس دايما هيدا الموضوع وأحرص على أنه يكون في يعني مستوى معين أنا بحترمه لحتى أكون ضيفة. دايما عندك عشق للإذاعة، اليوم شو عم تعمل ريتا الخواند؟ اليوم أنا عم بكتب، وقلت لك أنه تحية لمسيرتي الإذاعية اللي كانت حافلة ببرامج وبأشياء على مستوى سجلت هيدا السيدي، مع أنه هو السيدي شعر بس أنه أنا يعني أبحث عن منبر أنه أرجع طل من خلاله، مع أنه في كتير صعوبات، مش لأنه أنا ما عاد عندي اللياقة إذا بدك الإذاعية أو ما بعرف أنا أتعاطى مع الميكروفون، لا، لأنه اليوم الطلب الأساسي بكل إذاعة هو سبونسر، ونحن تدربنا بطريقة واشتغلنا ولا مرة أنه درسنا تسويق كيف نسوق نفسنا لحتى نجيب سبونسر، وكان في ناس مسؤولين عن هالأمر يعني. بقى لا، انه انا ناطرة الفرصة، بس فرصة مناسبة يعني، ما رح روح على مطلق اي اذاعة لحتى اعمل برنامج، والافكار موجودة. ما فكرتي بالتلفزيون؟ نفس المشكلة هي ذاتها. انت عايشة البلد واجواء البلد والاعلام بالبلد. يعني اليوم التلفزيون او الاذاعة او اي منبر اللي كان لطلي منه بدك رعاية من قطب مالي من شركة. كنت عم بتطالبي بقانون للمهنة؟ نعم. وصلتي لنتيجة؟ لا، لأنه دايما للأسف دايما بتجد علينا مستجدات، بقى منغرق فيها ومننسى هاي الأشياء يلي منا أساسية، مع أنه هي أساسية لمهنتنا. لأنه اليوم وين ما رحتي مثلا الدكتور يعامل ويحترم على أساس أنه طبيب، ومش معقولة أنت تفوتي مثلا تقولي له لأي طبيب أنه أعطيني مكتبك وأنا اليوم رح أهتم لك بالكلاينتس تبعك بالبيشنتس تبعك، صحيح أو لا؟ صح. أوكي. المحامي نفس الشيء، المهندس نفس الشيء، إلا نحن غريب، نحن هالقطاع الإعلامي لكل الناس اليوم إعلاميات وإعلاميين، ليه ما عم بعرف؟ نحن مفروض أنه بوجه له تحية لوزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي، وهو إعلامي أساساً يعني. والحفل التوقيع تبع كتاب أميرة الياسمين برعايته، أنه أنا من هون من عندك من هيدا الميكروفون بقول له معالي الوزير هيدا المطلوب، أنه كل إعلامي يكون له حصانته، ما حدا يخذ له وظيفته أو مهنته أو مركزه ويكون من الداخلين على الإعلام وعلى المهنة. أتيتي على ذكر التوقيع حتى ما ننسى ويخلص اللقاء وما نقول أي متى. نعم. التوقيع وين المكان والزمان؟ هو أميرة الياسمين كتابي الأول، في الأول من كانون الأول. حلو. ثلاثي أول. طيب ما زال الكتاب معنا، بدي أمضى. نعم. على الهواء هيك دغري ارتجالي. مش أكيد مش عم بعمل لك اختبار، بس دايما الأشياء بتجي عفوية. ما بدك تكد. بدك نسمع شيء بهالوقت لبين بتكتب اللهجة؟ أنا فيني دغري أكتب دغري، لأنه ما في اثنين بيختلفوا على أنه أميرة الياسمين اليوم موجودة في حضرة أميرة الإعلام والميكروفون. تسلمي حبيبتي. والشذا يلي معبى استوديو هو شذا صوتك وكلماتك وحروفك. يا ريتا. بقى هذا يلي رح أكتبه بعد شوي بالإهداء. خلينا نسمع مقتطف شعري لريتا الخوان بتكون مدة لك الديوان. أحببت رجلاً
أحببت رجلا مخلوقا من عزف عود ومن وتر ونغم وعطر وجود ومن أحلام وارفة وشمس ورياحين. أحببت رجلا يشبه آلهة الحب وأمراء الأساطير وسبائك الذهب واللهب والبراكين. أحببت رجلا أهداني بحورا وشطآنا وسماء وزوارق وأشرعة وميناء والجنة والقرابين. أحببت رجلا في قوارير عطر خبأته وكم تنشقته وفي جيوب قلبي عبأته فصار حكاية العمر وقصة القدر وكل أشواقي والحنين. بشكرك ريتا الخواند على هالمداء الجميل، بس أكيد مش رح أقوله لأنه أنا بخجل من المديح. شكرا جزيلا. فيني أنا أقوله إذا بديك. أوكي، وهيدا صدقيني مش مديح أبدا، هيدي الحقيقة يلي أنا بشعر فيها وشايفتها قدامي. إليك ميسم الغالية عبق وشذا ياسميني، من أميرة الياسمين إلى أميرة الحرف والسطر والصوت والأثير، كل يا سميني لك ريتا. شكرا عزيزتي. على فكرة بس يبدأ عندي بس مباشر بس على هالشي لأنه اشتقت للمستمعين والتواصل معه مباشرة. ممكن نمرق فترة يعني عم نحكي مع الإدارة، رح أقرأ من كتابك. على فكرة أنا بتعرفي أني بحب الشعر كتير، ونهار اللي بدي طل على الهواء وأقرأ شي من شعرك رح أعطيكي خبر. أكيد أكيد، وأين هيدا شي ما فيني خبرك قد إيه بيسعدني وبيشرفني حبيبة قلبي، خاصة هيدا الصوت الذهبي. الله يخليكي. ريتا الخواند، يعني شو بيعني لك الرجل؟ رجل هو الحبيب أكيد، هو الشريك، وقديه حلو إذا كان هالحبيب والشريك صديق، وكان بنفس الوقت بيعرف أحيانا يكون أب وأحيانا يكون أخ. طيب بتشوفي بالرجل أكتر، انتبهي، الأب، الأخ، الصديق، الزوج، أم الحبيب؟ بدي بس الحبيب. الحبيب بتشوفي الحبيب، لأنه إذا الزوج بطل حبيب يعني في شيء أبدا ما بيعود يمشي. والأب هو الأب، بس حلو يكون حنان الحبيب ببعض الأحيان يلعب دور الأبوة، في شي بس مرة. مش يتحول لبي يعني. طبعا لا. طبعا في شي مرة هيك بحالات ما بدي أقول زعل، يعني لحظات هيك مش حلوة مرقت عليكي، ترجمتي أحاسيسك فيها على الورق ولا لا؟ بتخلي هيدي، بتقولي هي أشياء خاصة بخليها جواتي؟ لا بلا، ترجمتها كتير قلتلك، لأنه وقت التكتبي بعض أوقات يعني هالشخصيات يلي أنت مقدمتيها ممكن أنه تخليها تحكي عنك وتكتب بمشاعرك. يعني في قصيدة هون، هيدي على فكرة أنا جوزي أبدا ما بحبها، دايما بس يسمع بقلي ما بحبها، ما تقوليها، بقلو لا هيدي حالي وموجودة. وحتى يعني أنه أنا بس أنا بدي قصيدة أنت مبيني فيها ريتا، بتقول هيدي أنا ريتا. أي وأي قصيدة؟ هيدا الكلام يلي عم كفي. في قصيدة لنشوف أي تراك يعني. رقم 8، السيد حبيبي. أوكي ريتا حبيت أنا. أوكي نسمع. السيد حبيبي.
السيد حبيبي. يا السيد حبيبي، يا رجلا اختصر كل قامات الرجال، يا طفلا اختزل واختزن كل شقاوة الأطفال. آه منك السيد حبيبي، كم كنت الرجل يوم أنت أحببتني. آه منك السيد حبيبي، كم صرت الذكر حين أنا أحببتك. وآه ومئة آه وآه منك السيد حبيبي، كم أنت الطفل تكاغي كلما أنا صفحت عنك وسامحتك. يا سيد حبيبي، لك أنت سوف أكون دوما أنا كامل النساء، سأفتح لك ذراعي وكل الأبواب وأسوار الجنة وشرفة السماء. وبعد، هل تكفيك لأكون السيدة حبيبتك كل هذه الأسباب؟ رجل يعني بيغضب لما تقولي عنه طفل، يمكن بيكون سعيد أكثر إذا وصفتيه بالسيد أو سي السيد إذا بديك، فأي بتتماشى معك أكثر؟ في كلمة تغضب الرجل أكثر هي كلمة الذكر. الذكر، إنه لما حبيتي صار ذكر، هي ذكرتيها أنت، مش عم جيبها من عندي. أي أكيد أكيد، ما قلت سألتيني وأنا واقعية يعني، مش إنه بدي عرفتي عم بحكي عم بحكي قصة، كل قصة حب بيكون الرجل يعني عم يضوي أصابيعه، مش عارف حاله شو بده يعمل لحتى تحبيه، بيقنعك إنه هو الحبيب يلي ما صار مثله يعني. بس انت حسك انه انت حبيتي يتحول الى الذكر، بيصير مثلا ان اوكي ما عليه انطري انا مشغول عندي شغل، عرفتي كيف؟ هلا مني فاضي، هلا خلص، مثل عم بياكد شيء محمود، شفتي بيتطمن من هالناحية، خلص كمشي يعني. بس هو ما بينتبه انه المرأة بتكون بعدها على نفس يعني هيك، بعد انه بمشاعرها نفس الشيء ما تغيرت، مش اذا هي حبته او اذا هو حبها او اظهر لها حب، يعني هي بتصير انه مستلشقه انه خلص بحبني. هيدا الفرق انا بحس انه بين المرأة العاشقة والرجل العاشق. وبعدين انه مثلا بيصير في سوء تفاهم، بس انت تسامحي وبعيد، عرفتي كيف يعني، بيرجع دغري بينسى، بيرجع على نفس. بس ليه عم توصفيه بالسيد؟ لأنه بطبيعته الرجل بحب الاستملاك وبحب السيادة، بحب يفرض حاله يعني، وهذا الشيء نورمال يعني. أنا مش ضد، أنت بتحبي هالشيء؟ إلى حد ما يعني، ما يصير قصة إنه استبداد، لا، لأنه أنا مع الشراكة، أنا كتير بحب الشراكة، وبحس إنه الشراكة هي أساس كل علاقة ناجحة. إيه بس الرجل بحياتك كيف بتشوفيه؟ أو معنا خمسة دقايق عم يعطيني إشارة. أوكي، الرجل بحياتي هو الشريك، وبحياتي الفعلية يعني إنه هو الشريك، غير إنه شريك، غير انه شريك بالاساس اولا واخيرا الحبيب يعني، لانه شريك وحبيب. ما في رجل يكون شريكك وانت هي الشراكه، ممكن يكون صديق، بشك ما بعرف، ما بتزبط كتير، ما بتزبط كتير قصة الصديق، في اشياء ما بيتقبلها يعني، مثلا يكون عندك انت صداقة ولو صداقة جدا. طيب وقت في سؤال هيك شوي بيحيرني. يلا قولي. ما بعرف، ما يعني السيدات ما بيعطوا عليها اجابات هيدي الاشياء اللي بتتطرحيها، انه كم زوجي بالعالم وكم زوج بيخبي عن زوجته وهي بتخبي عليه، يعني اف شو مخبيين على بعضهم.
في كتير على الأكيد. في كتير ما فيك بعد عم نقول ما فينا كل شيء نقوله، ما فيك تغذي صديق، ما فيك تخبري كل شيء، وهو كمان ما بيقدر يخبرك كل شيء، يعني في حاجز بيناتكم ولا ممكن في أشياء ما بيقلك إياها وأنت ما بتقلي له إياها. ما بيقلك شغلي، بس دايما في حاجز بيبقى صغير وفي حاجز بيبقى كبير وفي حاجز بيبقى صار يعني إذا بدك ناطحات سحاب، إنه هيدا الحاجز بيصير هيك خلص يعني فرطت العلاقة. يعني كل شيء نسبي. هلا اذا كان الحاجز صغير انه انت ومثلا على الطريق حدا قال لك شي كلمه، حدا بعت لك على الفيسبوك شي مسج مثلا هيك حامي ناري، هيدول انه اشياء بتصير وعادي. كم كذبه بتكذبي على مين؟ على زوجك؟ لا ما بكذب ولا مره، ما بكذب لقلك شغلي. انا بطبيعتي انه اوقات اذا شغلي يعني ما بدي أقولها ما بقولها، بس ما بقولها غلط. يعني إذا بدي إذا سئلت بدي أقول بتبلسمية يعني؟ لا إذا سئلت بدي أقول بقولها مثل ما هي، أو ما بقولها يعني مش إنه بقولها كذب، ما بقولها. هيدا بكل شيء، هي أنا بعلاقاتي مع العالم. ممكن اليوم شوفك وما يعجبني مثلا لبسك، أو هلأ الحلقة ما عجبتني، ما بقلك إنه واو thank you وشو حلو وشو كذا، بس ما بقلك ما حلو. يعني بحس انه كل انسان مثل ما قلت بتبلسم الاشياء. طب هو كمان بيقابلك بهالشي يعني نفس الشي كمان، ولا بتحسي فيه؟ هو بيعرفني انه انا حدا بيكره شغلي بالحياة هي الكذب. هو ولا مرة كذب عليك؟ هلا انا يلا حد يتعلق اللي بعرفه انه ما كذب علي، شو بعرفني؟ بدنا نسأله لأنه خليكي على ما انت لكن ما هيك مش أحسن؟ طبعا طبعا. في معنا وقت نسمع شي بعد قصيدة أخيرة محمود؟ ما في وقت؟ لا نسمع كازم طبعا. لا بدنا نسمعه للمستمعين ونسمع أكيد. ريتا كمان أكيد. ونهديها لريتا الخوان. فينا نحكي عن التوقيع لحظة قبل ما ننقل على كازم. التوقيع هو بأنتلياس بقاعة الأخوين رحباني الموجودة بدير مارلياس أنتلياس. أنا من هنيك انطلقت مع الميكروفون، قدمت أول حفلة بحياتي وأنا عمري شي 16-17 هونيك وانطلقت بهذا المجال. مشان هيك حبيت أنه هيك أرجع على الانطلاقة على البدايات الأولى. رح يكون برعاية معالي وزير الإعلام الأستاذ ملحم رياشي، تقدم وتدير هذا الحفل في ندوة بالأول الإعلامية صديقة جان دارك أبياغي. المتكلمون هن دكتور ريما نجم، الإعلامي روبير فرنجية، الإعلامي الشاعر زياد عقيقي، الإعلامية ميريلا الجعتاني محاسب، وفي بعدين كلمة وزير الإعلام، وبعدين قراءات شعرية مباشرة لإلي برافقني عازف البيانو ربيع الشدراوي. ألف مبروك ريتا الخواند. الدعوة عمومية، ناطرتك لإلك بالأول دعوة خاصة، بس الدعوة موجهة لكل يلي عم يسمعونا إن شاء الله. وعقبال الأشياء المقبلة اللي عم تحكي فيها وعدتينا فيها، وبدنا الرواية ناطرينا إذا الله رد. هلا فيك ريتا الخواند. مستمعينا نلتقينا لرد تاني المقبل. رفقتكم أعدادا وتقديما ميسم درزي، عبر الإخراج الإذاعي بشكر محمود نجار، عبر التنسيق بنحيي رشا رضوان. بحبكم كتير وبهديكم هالأغنية.